دون الاكتراث بسيقانه وبذوره البلاستيكية. فالعقد الذي يجمعه مع الجماعة يتحدث عن البسنة والبكبور يطبقه بحذافيره. انا عندي كونطرادا مع البلديه من 100 مليون، والكونطرادا اش كتقول؟ اش كتقول؟ كتقول كبور اللي هو انا هو اللي مسؤول على العشبه، نزرع الغاز ونسقي وندير ليه الملح وندير ليه المازير ونهجو طايره بقر، وملي نوض نحشو نوض ديال البلديه باش يسرعوا عليا بالفن، جابوا الغاز ديال الميكا، ويكون ميكا ولا طبيعي، البستاني هو البستاني. يعني باقي كتعتني به؟ معلوم باقي نعتني به، هذا انا اللي زرعت تنادو وحشيته على كينوض وكينوض. نحن لم نقوم بأي طرد تعسفي على المسمى كبور مسكلين، بل طلبنا منه التوقف عن البستانة، ورسالة 13/4/2009 واضحة لا غبرة عليها، كطلب من السيد كبور مسكلين التوقف عن الشغل وليس عن العمل. اسمح لي، وشنا هو الفرق؟ يبقى خدام ولكن ما يدير والو، ولا هو ضروري يبقى يفنكش. انت علاش اللي ما ندير والو؟ علاش راني عايق بهم باغيين يردوني موظف شبح؟ شوف انا راني مسورت عليا في هاد التيران، وخدمتي غنديرها وبالهلا يطريه لذاك الرئيس الصناعي، وقول شي فرقه تحط رجليها انا ما نحشم ليها. هاوجي هاوجهم، قال لك الميكا افرش لي من الموكيت تاعي. يا ودي ما خسرنا شي ليه غير الا كيغسلو. يا ودي راه ما خصوش يتسقى العشب الاصطناعي، الله يهديكم. وعلاش؟ كينوض ويلا ناض الجمع حشو. احبس امولي، بس امولي احبس 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 امولي امولي مو سيدي.